البطولات اللي من الداخل. بالظبط. يعني انا بطولات اللي خدتها وانا خارج البلد اكتر. لكن يتقال اصل ده المهندس مصطفى فهمي، واصل ده والده كمان كان بيجامل النادي الاهلي. مراد فهمي الله يرحمه واحد من رموز النادي الاهلي، واحد من اللي صدر لهم قرار رئيس شرف النادي الاهلي بالمناسبه. هو ممنوع حد يشتغل من النادي الاهلي في اي حاجه. لكنه ويعني على فكره مراد فهمي وهو القياده الكبيره في الاتحاد الافريقي واللي ساهم في تاسيس الاتحاد الافريقي، بصوا بقى الواقعه التاريخيه اللي اعتقد لما يسمعوها كله يخرس وما يتكلمش باي ريبه او شبهه او اتهام للناس الافاضل اللي ادوا مصر كتير جدا. الناس تخرس عند الواقعه دي. سنه 81 الاهلي وصل للدور قبل النهائي، قبل النهائي هيلاعب جيت تيزي اوزو الجزائري، وبطوله هتبقى اول بطوله النادي الاهلي يكسبها، اول مره يكسب البطوله. كان انت خلاص انت وصلت للسيمي فاينل، والجيل بقى الناري بتاع الاهلي والذهاب هناك والعوده هنا، وهيلاعب جيت تيزي اوزو الجزائري، وقدرا يتم اغتيال الرئيس انور السادات في 6 اكتوبر 81. اعتقد مفيش ظرف قهري اكتر من كده. البلد فيها حداد، رئيس الجمهوريه تم اغتياله، في اضطراب في وقتها، النادي الاهلي بيطلب من الاتحاد الافريقي تاجيل مباراه جيت تيزي اوزو الجزائري اسبوع واحد لغايه ما الدنيا تفك وحاله الطوارئ تنتهي. الاتحاد الافريقي والسكرتير العام للاتحاد الافريقي مراد فهمي اللي هو رئيس شرف النادي يرفض الطلب لانه ده غير مسبوق في الاتحاد الافريقي، وتضيع على الاهلي فرصه احراز بطوله كانت هتبقى اول بطوله مثلا. ادي بطولات عمالين متخيل في العدد، يعني انت متخيل علشان هذا الظرف القهري اللي مش فيه حد. ما كانش حد خد بطولات لسه غير الاسماعيلي، مش كده؟ ما اعتقدش. اظن المقاولين الاسماعيلي ما كانش حد هيعترض لو مراد فهمي بهذا النفوذ اللي انت فاكره او بتصطنعه ادى للنادي الاهلي هذا الحق في التأجيل، وكان مبرر قوي جدا. مفيش ظرف قهري اعنف من كده، انه في حاله اضطراب سياسي واغتيال رئيس جمهوريه واعلان حاله الطوارئ، ولا المنافس كان هيعترض، ولا الجزائر الفريق جيت تيزي وكذا هيعترض صحيح. بس انتوا متخيلين وقع زي كده؟ كل الشقلباظات اللي عمال تتكلم في هذه الحواديت، محدش بيتكلم في الحقائق، محدش بيتكلم في الحقائق نفسها. انا بس ارجو احنا مش